بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة آل عمران لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله: وما الله يريد ظلما للعالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات العظيمات من سورة آل عمران فيها عبر وعظات وهداية، تحذير من الانقسام والافتراق، حث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولزم جماعة المسلمين أنه قد هدي إلى صراط مستقيم. ومفهومه أن من تفرقوا واختلفوا وتمسكوا بمناهجهم أو تمسكوا بعادات تقاليد، تركوا الكتاب والسنة أو تمسكوا بأقوال رجال تركوا الكتاب والسنة، أنهم لم يهدوا إلى صراط مستقيم. وفيها النهي عن الاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كما حصل في بني إسرائيل بعدما جاءهم البينات. تفرقهم ليس عن جهل، وإنما تفرقهم عن عصبية، جاءتهم البينات من الله سبحانه وتعالى، فماذا يكون مصيرهم؟ أولئك لهم عذاب عظيم. ثم ذكر سبحانه أن أهل الاجتماع على كتاب الله سنة رسوله
الذين اجتمعوا عليهما ولم يتفرقوا أنهم تبيض وجوههم يوم القيامة وهم في رحمة الله هم فيها خالدون جنة في الجنة، وأن الذين تفرقوا واختلفوا تسود وجوههم يوم القيامة وتبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بهم مع أن ذكرهم متأخر للاهتمام بهذا، أما الذين اسودت وجوههم قالوا لهم يوم القيامة أكفرتم بعد إيمانكم، توبيخ لهم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهي الجنة هم فيها خالدون. ثم قال تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها يتلوها جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الذين اسودت وجوههم وبشروا بالنار، الذين ابيضت وجوههم وبشروا بالجنة، هذا هو العدل من الله، هذا عدل من الله ولم يظلم أحدا بل جاز كلا بعمله، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض، الملك كله بيد الله والهداية بيد الله والخير كله بيد الله والشر بقضاء الله وقدره، فيجب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الهداية والاستقامة، يطلب منه الثبات على الحق، فإن الله هو الذي يملك ذلك، يملك القلوب، يقلب القلوب سبحانه، يملكها ويقلبها بسبب أعمال أصحابها وانحرافهم عن الحق. وإلى الله ترجع الأمور، أمور الخلائق في بعثهم وجزائهم حسابهم كله يرجع إلى الله، فيعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يشاء لكنه راجع إلى الله لا محالة، وسيجازى بعمله. فلا ينسى هذا اليوم، لا ينسى الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، ولا يتمادى به الهوى والعصبية والحزبيات والانقسامات، فإن الله له بالمرصاد يوم القيامة. الواجب اتباع ما جاءت به الرسل، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خالف منهج الرسل فإنه يهلك نفسه يوم القيامة، إنه ضيع أسباب النجاة ولا يرد إلى الدنيا ليستدرك، فهو واجه حسابه الذي لا خلاص له منه. أما في هذه الدنيا يمكن الإنسان يخطي، يمكن يذنب، لكن باب التوبة مفتوح، بإمكانه يستدرك، بإمكانه يرجع إلى الله والله يتقبل سبحانه وتعالى. أما في الآخرة ما في توبة، يغلق باب التوبة عند قيام الساعة، يغلق باب التوبة ولا توبة، انتهى وقت التوبة. هذا بالنسبة لجميع الخلق، وأما بالنسبة للأفراد وكل واحد يغلق باب التوبة عنه عند حضور الأجل، وعندما تبلغ روحه الغرغرة يغلق عليه باب التوبة. نتذكر هذا يا إخوان في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تأخذنا الأهوى عصبيات والانقسامات والانتصار لفلان والحط على فلان وما أشبه ذلك، علينا أن نقصد الحق ونلتزم به ونترك ما سواه، وأن نتوالى في الله ونتعادى في الله عز وجل، في الله، ما هو لأجل الدنيا أو لأجل الهوى أو لأجل المنهج أو لأجل، بل
في الله سبحانه وتعالى، توالى في الله. ولا نعادي أحدا إلا في الله، لا نعاديه من أجل الدنيا، من أجل الهوى، من أجل إنه من أتباع فلان، وإنه بل نعاديه في الله، عداوة في الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعرف هذا ونتصوره. والله جل وعلا أقام علينا الحجة في هذه الآيات، في غيرها من القرآن أقام علينا الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيها مسائل، في هذه الآيات الثمان مسائل، تنبهوا لها، مسائل عظيمة مفيدة. نعم. الأولى: معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم. نعم، معرفة سبب النزول، نزول الآيات، هذا فيه فائدة عظيمة، لذلك ألف العلماء كتبا في أسباب النزول، بيان أسباب النزول، وذكرها المفسرون في مواطنها من التفسير لأهمية معرفة أسباب النزول. فهذه الآيات نزلت بسبب، وذلك أن الأوس والخزرج من الأنصار قبيلة واحدة، إخوة في النسب، وكانت بينهم عداوة في الجاهلية، عداوة شديدة، قامت بينهم حروب استمرت أكثر من 100 سنة، وهي حروب قائمة يوم بعاث، يسمى يوم بعاث من أيام العرب، وهو حرب قائمة بين الأوس والخزرج في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جمعهم الله عليه، وذهبت العداوة بينهم، صاروا إخوانا متحابين متعاونين بسبب النعمة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والجهاد معه. فذهب ما بينهم من عداوة وقتال، وصار يجلس بعضهم إلى بعض ويحب بعضهم بعضا. في ذات يوم مر يهودي خبيث على مجلسهم، وهم الأوس والخزرج في هذا المجلس، فغاضه اجتماعهم وكاد مكيدة ليفرقهم بها، فجلس إليهم ذكرهم بيوم بعاث وما جرى بينهم والأشعار التي قالوها فيما بينهم، كل واحد يهجو الآخر، ذكرهم بذلك وقال: كيف تجتمعون وأنتم ماض عليكم هذا الشيء وأنتم أعداء؟ لما لا تأخذون بالثار بعضكم من بعض؟ ذكرهم الجاهلية، ذكرهم الحرب التي بينهم، وذكرهم الأشعار التي قالها بعضهم في بعض من الهجاء. عند ذلك أثر فيهم وذكرهم الجاهلية، فأثر هذا فيهم وتثاور الحيان والعياذ بالله، وتواعدوا الحرب من الغد. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وهو هذا الخبيث، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما قال إن تطيعوا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فيهم صالحون، فيهم مؤمنون، لكن فريقا من أهل الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إذا أطعتموهم ارتدتم عن هذا الدين، ارتدتم عن هذا الدين الذي من الله به عليكم، وعدتم للجاهلية لظلامها وشرورها، يردوكم على أعقابكم على ما كنتم عليه، يردوكم بعد إيمانكم، أنتم آمنتم بهذا الرسول وبهذا القرآن
فإذا أطعتم هذا الخبيث وغيره من أعدائكم اليهود يردوكم بعد إيمانكم. هذا فيه ثبوت الردة، وأن الإنسان قد يرتد والعياذ بالله، وإن كان من الصالحين قد يرتد، فلا يأمن الإنسان على نفسه، يخاف من الردة ويحذر من أعداء الله ومن مذاهبهم ومن أنظمتهم ومن كيدهم للمسلمين، يحذر من هذا. ردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا هو سبب النزول لهذه الآية. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وسوى النزاع الذي بينهم، فأقبل بعضهم على بعض يسلم بعضهم على بعض ويقبل بعضهم بعضا، وعادت إليهم طريقتهم الصحيحة الإيمانية الإسلامية. لا نأمن من أعداء الله، لا نأمن من اليهود والنصارى، مع أنهم أهل كتاب، وكيف بالكفار الذين ليسوا أهل كتاب، مع أنهم أهل كتاب لا نأمن من أعدائنا ولا نضع الثقة بهم ولا نأتمنهم على ديننا. هذا الواجب على المسلمين. نعم لا مانع يتعاملون مع الكفار فيما أباح الله، لا مانع يتعاهدون معهم لوضع الحرب لنشر الأمان بينهم، لا مانع من المعاهدات ولا مانع من المتاجرة معهم، لا مانع من هذا، لكن أننا نضع الثقة بهم ونتخذهم بطانة، نتخذهم محل الثقة، هذا لا يجوز للمسلم. نعم. الثانية الخوف على مثلهم الردة، الردة بذلك فكيف بمن دونهم؟ الخوف على الصحابة، الخوف على الأنصار من الردة، يردوكم بعد إيمان، فكيف بغيرهم ممن يأتي بعدهم؟ كيف لا يخاف من الردة؟ كيف ينخدع بأعداء الله يضع الثقة بهم؟ بل يجب على المسلمين أن يكونوا على حذر من كيد الكفار ودسائسهم، فهم لا يزالون ولن يزالوا يكيدون للإسلام والمسلمين، يحيكون الدسائس، هذه طريقتهم. نعم. الثالثة، فإذا كان الأنصار الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المهاجرين إذا أطاعوا الذين أوتوا الكتاب، أطاعوهم في أمر دينهم، ارتدوا، فكيف بغيرهم؟ كيف لا يرتد غيرهم ممن انخدع بهم ووضع الثقة بهم وأطاعهم فيما يملون عليه؟ نعم. الثالثة، أن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيهم من يدعو إلى الله. الله جل وعلا قال، ما قال إن تطيعوا أهل الكتاب يردوكم، بل قال فريق من أهل الكتاب، دل على أنهم ليسوا كلهم كذلك، بل فيهم مؤمنون مسلمون إخوان لنا، لا يريدون لنا إلا الخير، لا يريدون لنا إلا الخير، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا متمسكين بدين الأنبياء، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، هؤلاء أهل النصح إن كان أصلهم أهل الكتاب. الله لم يعمم، يؤخذ من هذا أنه لا يصدر الحكم عاما، بل لا بد أن يقيد حكم على الناس، لا يصدر عاما إنما يقيد. نعم. الرابعة، التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. أي نعم، هذا بعد الإيمان، فكيف بالذي إيمانه ضعيف؟
كيف بالجاهل؟ الخطر عليه أشد. هؤلاء صحابة مؤمنون علماء، مع ذلك لو أطاعوا فريقا من أهل الكتاب ارتدوا عن الدين، فكيف بغيرهم؟ نعم. الخامسة، لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم لهذا الوصف. بعباده، نعم، لطف الله تعالى بعباده، نعم، لطف الله تعالى بعباده بدعوتهم لهذا الوصف. نعم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، مع أنهم حصل منهم ما حصل ولكنه لطف بهم فناداهم باسم الإيمان الذي يقتضي منهم أن يتركوا ما خالف الإيمان ولا يطيعوا أعداءهم، فهذا من التلطف في الخطاب، والتلطف في الخطاب هذا أمر طيب مؤثر. قولوا للناس حسنا، لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الخطاب له تأثير، إذا كان خطابا طيبا ولطيفا، خطاب الدعوة إلى الله والتأليف بين الناس أثر هذا، ما إذا كان قاسيا فإنه على العكس يزيد الشر شرا. ففيه لطف الخطاب، الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. السادسة، استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. الله سبحانه وتعالى قال: كيف تكفرون، شوف سماه كفر، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، القرآن تتلى عليكم آيات القرآن، والثانية فيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في بعض الأمر لعنتم. فوجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود القرآن يستبعد معه أن يطيع هؤلاء عدوهم من اليهود، استبعد. كيف هذا؟ كيف هذا استغراب؟ كيف تكفرون وأنتم عندكم ما يمنعكم من الكفر وهو الكتاب ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا مضت الثانية وهي الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، الكتاب موجود، القرآن موجود، هذه عواصم من الردة لمن تمسك بها. في وقت الرسول الأمران، وجود القرآن الذي يتلى ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن موجود وهو كافي لمن تمسك به، كاف له، فلا تطع أحدا إلا إذا وافق الكتاب، لا تطع أحدا إلا بما يوافق هذا الكتاب ليعصمك من الردة عن الدين. فالقرآن عصمة بإذن الله. وسيأتي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم. السابعة، أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام، كما أن رسوله لا نظير له في الأشخاص في دفع ذلك. لا نظير للقرآن في دفع الشكوك والأوهام والضلالات، مهما حسن الكلام وزين صدر عن علماء فإن القرآن أحسن منه، من أحسن من الله حكما، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالقرآن لا يساويه كلام من كلام البشر أبدا، لا كلام العلماء ولا كلام الحكماء ولا، القرآن كلام الله جل وعلا. كذلك الدعاة من البشر مهما بلغوا من العلم والتقوى لن يبلغوا مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم الصالح التقي نعم له مكانة، لكنه ما ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول لا ينال منزلته أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامنة الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه. الرد على أعداء الله الذين أغلقوا القرآن على الناس وقالوا ما يفهم معناه القرآن، ما يفهمه إلا الراسخون في العلم، ما هذا كلام باطل. القرآن متنوع، فيه أشياء يعرفها كل أحد. حرمت عليكم البيتة، هذا فيه غموض، حرمت عليكم الميتة. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الربا حرمه الله تحريما صريحا، وتوعد عليه ولعن من أكله أو دفعه أو شهد عليها أو كتبه، واضح. لا، ففيه أشياء واضحة. الشرك حذر الله من ما تكاد تخلو صورة من القرآن إلا وفيها التحذير من الشرك، واضح. هذا في غموض. هناك أشياء تحتاج إلى العلماء، ما في شك، هناك أشياء في القرآن تحتاج إلى العلماء. ولهذا يقولون عن ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على أربعة أوجه، منه ما يفهمه كل أحد، هو منه ما لا يعذر أحد بجهله، مثل الشرك والتوحيد والكفر والإيمان، هذا ما يعذر أحد بجهله، لازم تبحث عنه وتفهمه. ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم، وهو المتشابه من القرآن، لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. والقسم الرابع لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو عواقب الأمور، وما في الجنة والنار، ما في الجنة من الثمار والفواكه والنعيم لا يعلمه إلا الله، كذلك ما في النار من العذاب ما يعلمه إلا الله. ففيه أشياء لا يعلمها إلا الله، وهي عواقب الأمور ومآلات الأمور، مآلات الأمور هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهناك القسم الرابع لا يعلمه إلا الله. نعم. التاسعة أن الاعتصام بالله جامع. أن الاعتصام بالله جامع للناس، جامع يعني للناس، للمؤمنين، إذا اعتصموا بالله عز وجل واستعانوا به فإنهم يجتمعون. أن الاعتصام بالله جامع، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله هو الذي يجمع الناس. نعم. العاشرة أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم. نعم، الطرق وهي التي يسير عليها الناس فيها المعوج وفيها المستقيم، لقوله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وهو صراط الله سبحانه وتعالى. وأما غيره من الطرق والمناهج والمذاهب فإن فيها المعوج، كثير فيها الاعوجاج. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله مستقيم. وغيره من المناهج والمذاهب والأقوال فيها المستقيم وفيها المعوج، وأكثرها معوج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بمثال للصحابة، حيث خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط إلى جانبيه خطوطا قال وهذه سبل
الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا السبل تفرق بكم. قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، فمن حاد عن الصراط المستقيم وقع في هذه السبل المنحرفة، فلا نجاة إلا بالاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، هذا هو العاصم من الضلال، العاصم من دعاة السوء. كل يريدك تجي معهم، لكن اذهب مع الله جل وعلا، مع رسول الله، لا تذهب مع من يدعونك إلى مذاهبهم ومناهجهم وكتبهم وشبهاتهم، لا تذهب معهم. كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل. نعم. الحادية عشرة ذكر حق تقاته. إيه حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما حق تقاته؟ فيها تفسيران. التفسير الأول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه حق تقاته،